المرأة أدت تدخل لها مجال كيدخلوا فيها حقنا ها كانت دابرة الناس بغا الدورة تلقى الإصابات نظرة ديجا درنا اليوم لي فوتمون وما جاوش لومبيلونس حتى الآن في إطار في سياق تنزيلنا لبرنامجنا النضالي الوطني على المستوى المحلي جئنا اليوم بمسيرة سلمية وحضارية ومنظمة ومسؤولة بهدف الوصول إلى عمالة إقليم جديدة إلا أننا نصطدم بحاجز أمني قمعي هجم علينا هجمة شرسة سقط من بيننا أستاذ متدرب نقل الآن على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي ومن هذا المنبر فإننا نندد بهذه الممارسات نحن لدينا برنامج سلمي وحضاري كنا فقط نريد أن نلقي كلمة نندد بها بالعنف فإذا بنا نصطدم بالعنف
المنبر، فإننا نوجه رسالة صارحة وواضحة للحكومة وللجهات المعنية، كفى من هذه الممارسات اللامسؤولة، من هذه الممارسات الغير سياسية والغير شعبية. تحية نضالية من هذا المنبر لكل المراكز الصامدة والمراكز خصوصا التي تعرضت للقمع البارحة واليوم، تحية نضالية.